طبعا شرفت في هذه النسخة في مهرجان اكسبوجر الدولي للتصوير بالمشاركة بعشرين عمل. المعرض بعنوان مدن السعادة، شرفت بتواجدي مع نخبة من المصورين حول العالم. أنصح كل مصور في دولة الإمارات أو كل فنان أو كل زائر بالتواجد في هذا المعرض. هناك العديد من الخبرات، هناك العديد من الورش والمعارض اللي ممكن تفيد كل شخص زائر لهذا المعرض.